حديث البلد مع أسعد حداد. حداد، انت ممثل لبناني معروف من اكثر من 25 سنه، مثلت خلالها مختلف الادوار المسرحيه. سرحت عم تحسبون 26 سنه مثلت خلالها مختلف الادوار المسرحيه، وعلى التلفزيون حبوك الكبار والصغار بشخصيه فرمي اللي كلياتنا بنتذكرها. بس فرمي ما كان عنده دقن وكان خدوده حمر كثير من هون. صح، انه لا، هو الشخصية لما كنت لعبتها أنا كان عمري 40 سنة بوقتها، يعني نعم خلينا نكون صريحين. نعم كنت صغير. ايه صغير 40. كان عمره 40 هو الكاركتر. هو الكاركتر ليوصل للناس بده يكون أنت مقتنع فيه، بده يكون أنت فايتة بالشخصية لحتى توصل للناس. أكيد الحمد لله بشكل كبير. وبفتخر يعني. أنا بفتخر بهالشخصية وبوجه تحية أكيد من خلال هالشخصية اللي لعبتها وحبوني فيها الناس للأستاذ كمال سلامي اللي هو كاتب النص. أكيد شوية يعني كونتروفيرشل، يعني من ميلي حبيتها ومن ميلي سجنتك، رح نرجع لها بعد ما نحكي عن جديدك هلا. وانت ضيفنا الليله بوقت عم تشارك فيه بمسرحيه الاطفال شو في بالجزيره مع صديقك الممثل نزيه يوسف، كمان يعني المشاهدين بيعرفوك بفرمي، هن بيعرفوه بوجيه يعني وجيه. مع مرتي وانا، واللي عم تنعرض على مسارح المدارس والمناطق. مع علينا هالجيل الجديد عم بحب القبطان بهالمسرحيه مثل ما الجيل اللي قبله حب فرمي وتعلق فيه. الحمد لله كتر خير الله، يعني كل شخصيه عم يلعبها عم توصل للناس بشكل كثير حلو وكثير مهضوم، لانه مثل ما برجع بقول لك اهم شيء تكون انت مبسوطه باللي عم تعمليه حتى الناس تكون مبسوطه مقابيل. اكيد انت اللي بتعكس عليهم بالنهايه. الدقن هيدي دقن قبطان. دقن القبطان ودقن الازعر ودقن الخوري ودقن الشيخ، كل شيء. دقن يعني اللحام ودقن اللحام كمان فرمي، لانه هو على طول هيك، لانه هي بتركب على كذا شخصيه وفي انا لعب فيها كذا دور لهالدقن هيدي بالذات، بتوصل لكل شيء مطلوب من الممثل، تقدر تعطي اكثر من انه يلزق وحده. يعني فينا نقول انه هالجيل حب القبطان مثل ما الجيل اللي قبله حب فربي. كيف عم بيتفاعلوا معك هالولاد؟ كيف عم بيتفاعلوا مع هالقبطان؟ بيتفاعلوا بكثير روحيه حلوه، لانه هو دوره بالمسرحيه بيكون جايب السفينه وبتعلق السفينه، هي بتحكي عن الزباله وبيجي وجيه بده يفل بهالسفينه، بتكون يعني بنلاقي الحال للزباله الموجوده بهالجزيره بالريسيكلاج. نعم. هي مسرحيه توجيهيه ترفيهيه بيئيه للكبار والصغار، يعني تنلاقي حل لمشكله الزباله المكومه عندنا بجبال. وانا هون بدي احيي كمان المدارس وبدي احيي هالمسرحيات، لانه عم بيصير في كثير وعي عند الجيل الجديد، بتلاقيهم اوعى منا يعني بهالمجال. اسعد حديد، انت من سكان الشياح والاصل من دير القمر، من صغرك اكتشفت حبك للتمثيل وبسبب شغفك بمسرحيه يا عيش يا عيش اللي كنت عم تاديها بالمدرسه قصرت بدروسك وعدت صف السيزيام. بعد المدرسه بس التحقت بدار المعلمين وعملت استاذ، وكنت بلشت تدرس سياسة واقتصاد لما تركت هالمجال وانتقلت لكلية الفنون اللي تخرجت منها سنة 88. أسعد حداد شاركت بالعديد من المسرحيات مثل صانع الأحلام وأبطال وحرامية، إضافة ل 12 مسرحية رحبانية بصيف 840. بدءا من صيف 840 سنة 87. يعني هي هون بدي علي على شغلة امبارح، كانت أول وحدة صيف 840، أول عمل مسرحي رحباني. الله يرحم المعلم الكبير الأستاذ منصور رحباني. نعم. بعت وراي لدور صغير، رجع كبر الدور من حيث لا ادري. هون بدي علق على شغله، ميشيل كان تجوز وراح على المسرح، انا كمان تجوزنا نفس السنه. صح. انا واسعد نفس المنطقه وربيانين سوا 100%. بعتقد اسعد مدامته اسعد، لانه ما راح يجرسها مثل ما عملت انت بمدامته. لا لا الحمد لله كتر خير على متفقين، وجبنا ولدان. الله يخليك ساندي مجالة تحية، عمره 24 سنة، بيرسونال بانكينج ببنك، ما فينا نقول اسم البنك بتصير دعاية. نعم. وابني عم بيعمل مهندس تيلي كوميونيكيشن، وكثير مبسوط بحياتي. مهندس سنة 87 هيدي على الهامش مشيت،
جواز له 26 دوز 87 انا ساعة 25 4 ايه انا لا 26 دوز ساعة 4 جواز ساعة 7 كنت على المسرح كانت مرتي قاعدة بالكواليس وانا على المسرح كنت بصيف 840 بصيف 840 وثاني نهار الاحد كمان وصار في مثل ما صار بميشيل ولا اترك يعطيكم العافية ولا شيء بس ميشيل عم بقول انه لهلا ولا شيء يعني بوقتها بتقول في كثير ناس تتجوزت او كان عندها امتحانات او هيك فوصل دورك قال لهم خلاص فرصه ما في حتى لو تزوجتوا بدكم تجوا وما كان في حدا بديل ما كان في بديل لأن الدور هيدا انا كثير كثير بحبه ودور مميز هي شخصية اسعد حنا الشاويش اسعد حنا من عين داره نعم علقت يا بطل لسه هلاقي بس يجي حضرة الجباشي تبقى قله من بيسلم علي بوقتها كل اولاد الشوف مسيحية كانوا يحكوا بالقاف بالقاف بعدهم هلا الكبار بالعمر بس الكبار بالعمر بيحكوا الكبار بالعمر كل اولاد الجبل اولاد الشوف نعم. وانا ابن دار القمر نعم كل اولاد الجبل دار القمر كل اولاد الشوف اولاد الجبل اللي نزلوا على المدينه من جراء الحرب الاهليه اللي صارت بطلوا ينطقوا حرف القاف اللي هو حرف قمري بالنهايه اكيد وهو حرف مفخم أكيد. لازم يتنطق مظبوط يعني حلو كثير ومنطقه حلو مش معقول انا كمان ما بقدر كتير. انا ما بقدر احكي بالقاف لاني ما تعودت انا بوقتها ماني ربيان فوق يعني فهمت عليك بس كيف قدرت تعملها؟ كيف قدرت هيدي قدرت كنا عم نعرض المسرحية بقصر بيت الدين عرضناها شهرين ما أنا بتذكرك شو من عند دارة في الآخر تجي وبتذكر هيدي كمان اسمع يا بنت شايفة هالبلد بضياعة وسهولة وجبالة ممنوع ممنوع قطعا بيتا تشتري صابون إلا من مصبن المين اللي بداية القمر شو فهمنا طيب وشو لأنك أنت وميشيل مرقتوا بذات التجربة وليلة العرس رحتوا على الشغل وما يعني حضرنا لكم غنية عم فكر بشغلة خلينا نسمعها بس شو عم فكر؟ عم فكر بشغلة قل لي إياها ليلة عرسه طور درسه يا ريتك طلبت شي مليون دولار اسمع ليلة عرسه طور درسه والعرس شو زعلاني أمو حكى شو وصار يغني طياني ليلة عرس طول السهرة والعرس شو يعني مش الدرس طور المسرح ليلته على كل حال يعني أخذك مثل مثل الأستاذ الراحل منصور الرحباني وبآخر عرض لسيف 840 طلع وقال انه اسعد حداد هي بالواقع المسرحيه هيدي المسرحيه يعني جوزت شي أربعة غدي استاذ غسان كمان جوزيف نصر وواحد رابع كمان وانا ومع ذلك كان يبقى عندهم امتحانات اخذوا اجازات الا صح اخذوا اجازات وصلت لك لانه الدور حبيته انا والدور انا اشتغلت عليه وانا ما زلت لهلا بحبه لهيدا الدور خاصة انه كان اول عمل مسرحي لإلي رحباني وانه بيحكي بالقاف صدقيني عرفتي كيف لانه بتاني مقطع في مطرح ما بقولوا لا كلمة اصلا هونيك نهار طلع براسي يقول جملة واللزق استاذ منصور كل جملة بتقوليها يا بيعيط عليكي وبيقلك شيليها يا بيقلي خليها بتاني مقطع ما هو اول مقطع بيأسلموني وبيقلي روح قله بيسلم عليك سلف البحر بتاني مقطع كمان بكم شو قلو انا بقول له ايه علقت بطل لسه هلاقي بس يجي حاضر الجباشي تبقى قله مين بيسلم علي منيحه اكيد على كايده خليها بقى طلع الاستاذ منصور الرحباني على باخر عرض على المسرح وقال انه اشاد فيك وقال انه اسعد حداد اجى يعني ادى دوره بهالمسرحيه ليله عرس وبعدهم لهلا بياخذوك مثل اسعد حداد كان عم بيتجوز واجى كمل المسرحيه فما حدا يتحجج باي حدا شيء انه بده يفوت بس انا بقول هيدا العرض كان فيك زخم مش طبيعي لا كان في احباط لانه كل واحد يفوتني يمثل معي يقول لي شو بك شو حاسس
مرتي خي والله ماشي مرتي مجوز يا خي. طيب ليك ليك يا خي دخلت تركنا نمسك بس اكيد رجع دعوض اطلع اقعد حدا الا انا معلش طول بالي ليش هيك الشمس هذا البنت ارجع فوت ارجع الله كريم الله كريم هي حياه الفنان هذا حياة نعم. الفنان أسعد حديد رغم مشاركتك بعدد من المسلسلات التلفزيونية بقي دورك الأنجح هو دور فرمي ببيت خالتي وكان جماهيري بامتياز بس اليوم تعتبره أنه سجنك بمحل معين صح صح هلا هو ليش؟ لأنه في أوقات كتير الكاركتر بدك تلعبيه أنت بيرجع شو لقطينه الناس يعني لقطينه الناس أنه هذا فرمي المهضوم الطبوش القلب طيب البسيط عرفتي كيف هلا اذا بدنا نجيب هالشخصيه لحتى تيجي تلعب دور اب لعائله مثلا بيقول لك لا ما في مجال نعم. العالم بتحبه كفارمي هذا يعني في مطارح كثيره صارت هيك بس غريب انا مستغرب من الكتاب ومن منتجي الدراما انه الشخص اللي بيبرع بدوره بيأدي دوره خاصه انت اثبتت حالك بادوار مختلفه ومتنوعه جدا على المسرح هيدي بلبنان موجوده بياخذوا شخص بيعملوا هيك ستيريوتايب يعني غريب يعني انا مسرحيات اللي لعبتها مع استاذ منصور الله يرحمه طول عمره ويخلي الشباب لاعب دور خليجي مصري خليجي ومصري والشويش والصحافة والأسقف بولس وميساطي يعني يعني كنت كلها متنوعة ومع هيدا وكله ودقني هالقدي وحامي العصا وفايت على المسرح فرمي طق بدانتي ايه لك وهيدا فرمي فرمتون ولا ما فرمتون هوني هوني انا هوني انا بحس قديش انه انا هل يا ترى ماني مقنع بهالشخصية برجع بفكر لا الناس حبت هالشخصية أنا مقنع بالشخصية اللي عم أديها والتلفزيون بيوصل على كل بيت يعني المسرح رواده كانوا محدودين كانوا يشوفوك ولكن التلفزيون كل العالم بتشوفه أكيد صح. أكيد أسعد حديد بما أنه عم نحكي عن التمثيل أسعد حديد وانترفيو كاستينج حديت بدنا نعمل كاستنج هلا وبدي انا اقول لك شو بدك تعطيني الاتادام وانت بدك تعطيني اياه اوكي اوكي زعلان مصدوم سكران نعسان غشين من الضحك من نعسان لغشين من الضحك متأثر بمشهد مؤثر بفهم تتأثر يعني على هالمشهد ليش طلع فيك لأنه شيء مؤثر شامم ريحة بشعة ما خصني ما أعطينا بعض الريحة البشعة أكثر مستحي مستحي غضبان بعد ما يسعم لك غضبان هيدا الشويش اجا هلا مغروم طلع بإليان هلا اكيد مش بميشا مش طايق القعده وبدك الصرف تفل هذه مش مزبوطه ما في اعملها لاني مبسوط مني منيحه